تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملك الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجله لتخفيف الازدحامات وانسيابيه الحركه على شبكه الطرق الرئيسه في المملكه، بشرت وزاره الاشغال وبتنفيذ الحزمه التحسينيه الثانيه لتخفيف الازدحامات المروريه عند بعض التقاطعات. وفي هذا الصدد اوضح سعاده وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن الوزارة قد قدمت مقترحات المشاريع الخاصة بالمرحلة الثانية لحد الاختناقات المرورية إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، حيث وافقت اللجنة على 15 مشروعا عاجلا للحزمة الثانية لتحسين انسيابية الحركة المرورية ضمن خطة قصيرة المدى. وحول هذه المشاريع ذكر المهندس عصام خلف بأن الخطة تشتمل على 15 مشروعا، وأشار إلى أن هذه المشاريع العاجلة التي تسعى الوزارة من خلالها لتخفيف الازدحامات المرورية على بعض التقاطعات تلبية لاحتياجات المواطنين في جميع الطرق الحيوية تأتي كجزء من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة مؤخرا والمتضمنة إنشاء انفاق وجسور وتوسعة للشوارع الرئيسية، والتي عادة ما تستغرق وقتا من 3 إلى 5 سنوات، والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسعة العمرانية والتزايد في عدد المركبات. يذكر أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ 19 مشاريع ضمن حزمة المشاريع التحسينية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير شؤون الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مساء الخير سعادة الوزير، بداية ما هي المشاريع التي وافقت عليها لجنة التنسيقية؟ بداية أحب أن أمسيكم أنتم والأخوة المشاهدين بالخير، واستكمالا للتقرير الذي تفضلتم به بالنسبة إلى تنفيذ أو البدء في المرحلة الثانية من حزمة المشاريع قصيرة المدى التي تأتي تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في حيث وافقت اللجنة التنسيقية برئاسة سموه وكما أوضحتم في التقرير على تنفيذ الوزارة ل 15 مشروع. أذكر هذه المشاريع في هذه العجالة. من هذه المشاريع توسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان الجزء الممتد من دوار 6 بمدينة حمد باتجاه المنامة، وأيضا تطوير شارع 41 الشارع الرئيسي في المنطقة التعليمية وجعله شارعا مزدوجا بدل ما هو المفرد حاليا. أيضا هناك تطوير للتقاطعات المدارة في بالإشارات المرورية على شارع جابر الأحمد الصباح، وهي 3 تقاطعات رئيسية: تقاطع النبي صالح وتقاطع المنطقة الصناعية وتقاطع مدخل سترة. أيضا تشتمل المشاريع على تطوير تقاطع شارع الحوض الجاف مع شارع حاتم الطائي، خاصة بالنسبة إلى القادمين من جسر الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه المنطقة الغربية من الحد التي تشهد حركة عمرانية كبيرة نتج عنها زيادة في الحركة المرورية. أيضا توفير مسار إضافي من شارع الحوض الجاف باتجاه جسر الشيخ خليفة بن سلمان في الحد. أيضا تشتمل هذه المشاريع على توسعة شارع ناصر بن جبر في منطقة السيف، وهو الشارع الرئيسي في منطقة السيف والمطل على المجمعات التجارية، مجمع السيف، مجمع العالية، مجمع سيتي سنتر، وجعله شارعا مزدوجا ب3 مسارات بدل ما هو حاليا مسارين. هناك
أيضا مشروع لتطوير شارع، توفير مسار إضافي من شارع الحوض الجاف إلى جسر الشيخ خليفة بن سلمان. أيضا هناك عدد من المشاريع الأخرى، منها مدخل جديد من شارع الرياض بمدينة عيسى إلى شارع الشيخ سلمان باتجاه الشمال. أيضا تأتي هذه المشاريع، وكما أوضحتم في تقريركم، استكمالا للمرحلة الأولى والتي انتهت الوزارة من تنفيذ معظمها وأسفرت عن تخفيف الازدحامات المرورية. وأذكر بعض هذه المشاريع التي تم تنفيذها، منها المدخل الجديد للمنطقة التعليمية من شارع الشيخ سلمان إلى المنطقة التعليمية، وأيضا مدخل ومخرج جديد لمدينة زايد إلى شارع الشيخ سلمان. أيضا تمت توسعة المدخل إلى منطقة سار من شارع الشيخ عيسى بن سلمان. أيضا انتهينا من المرحلة الأولى من تطوير تقاطع الجسرة، وأيضا انتهينا من إضافة مسارات إضافية في لتقاطع المرفأ المالي على شارع الملك فيصل، وأيضا انتهينا من تطوير تقاطع شارع الغوص مع شارع جسر الشيخ عيسى بن سلمان في المحرق هذا. وهناك عدد آخر من المشاريع قيد التنفيذ حاليا. نعم سعادة الوزير، ما هي المدة المتوقعة لشبكة الطرق الاستراتيجية؟ طبعا هناك عدد من المشاريع الاستراتيجية التي وكما أوضحتم في التقرير سوف يستغرق تنفيذها عدد من السنوات، بين سنتين إلى 3 سنوات أو أحيانا أكثر. هذا منها التقاطع دوار ألبا ونودرات قيد التنفيذ حاليا، تطوير شارع الشيخ زايد، أيضا تطوير تقاطع شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان. أيضا من هذه المشاريع أيضا تطوير أو استكمال تطوير تقاطع الجسرة، وأيضا توسعة الشوارع الرئيسية ومن أهمها شارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، من 3 مسارات حاليا في كل اتجاه إلى 4 مسارات، أو أحيانا في بعض الأجزاء منه إلى 5 مسارات في كل اتجاه. نعم سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.